في أعياد ومناسبات أخذناها من الثقافة الغربية مثل سينت فالنتاينز أو عيد الموسيقى مثلا، وفي مناسبات بلشت عنا راحت بعدين للغرب ورجعت لعنا، بس لأنه نحن مش متابعين وما على طول بنعرف بثقافتنا القديمة فكرناها جديدة بس هي بلشت عنا. الحديث أو المناسبة اللي رح نحكي عنها اليوم هو مناسبة، إذا فيني أقول، عيد أول نيسان. اليوم منه عيد، اليوم هي نهار بالسنة بيكون في نكات ومسحات إلى آخره، ولكن مع ليلى لطي رح نكتشف أنه هالنهار له أهميته، هو مناسبة وهو شيء بلش عنا بالمنطقة من سنوات قديمة كتير. ليلى لطي أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. هذه مش كذبة أول نيسان، خلص خلصنا أول نيسان. نحن كذبنا على حالنا وصدقنا الكذبة. هلا أول شيء بدي أقول، أول نيسان هو أعظم عيد على الإطلاق بكل الحضارات بالشرق والغرب، هالقد هو مهم. خلينا نحكي منين انطلق هيدا العيد. أول شيء الإنسان القديم، عم نحكي أيام السومريين. ليش بنرجع طول للسومريين؟ لأنه السومريين هن أصل حضارات العالم كلها، مش بس الشرق على فكرة، الشرق والغرب، يعني هن عطشوا العلوم الفلسفة كل شيء، بس رجعت انتقلت للغرب ورجعت مثل ما حكينا، مثل ما هلا حكينا انتقلت لنا من دون ما نعرف شو أصلها. خلينا نحكي أول شيء شو كان يشغل هالإنسان القديم، يعني منين إجت هيدي الأسطورة، ما هي أسطورة بالنتيجة تبعيد أول إنسان، منين إجت، كيف خلقت. أول شيء كان في الإنسان كان عنده ثلاث محاور بتشغله كتير. أول محور هو الخلق التكوين، كرمال هيك بتلاقي في عنا أساطير منسوجة حول هيدا الشيء. يعني عندك جلجامش، ما في حدا ما سمع بالجلجامش، هي 2650 قبل المسيح. عندك كمان ملحمة تانية مهمة كتير اسمها إينوما إليش، كمان هيدي بالقرن تقريبا 12، وحتى بيقولوا هي قبل، كمان هيدي حول الخلق تبعول الإنسان وحول، يعني هيدي يعني ملاحم، الأصل من وين، كيف بلشنا، من وين جينا. مزبوط، هيدي ملاحم كانت تشغل الإنسان، كل أفكار كانت تشغل الإنسان إنه كيف الإنسان خلق وكيف تكون وشو علاقته بالآلهة وليش في خلود للآلهة وما في خلود لألنا. من هالمنطلق عندك جدلية تانية كانت تشغل الإنسان، هي الموت والقيامة، إنه الإنسان طبعا ليش بيموت مثلا هو بيقوم بينما الإله بيقوم. هيدي كمان جدلية شغلت الإنسان، هي إذا بدك إلى علاقة، أنا برأيي كله إلى علاقة بالطبيعة، لأنه الإنسان لما بلش يصير يتطور صار زراعي. الزراعة كانت كل شيء بحياته، بتتذكر حكينا وقت عن الأشهر، إلنا حتى الأشهر كيف إلى علاقة سمية كلها حول النشاط الأساسي، طقس والهيدا. فذات الشيء بالنسبة له هو كان صراع بين الخير والشر، وهو مثل موت الطبيعة بالشتاء وبالفصول اللي بعدها، وبترجع بتعيش الطبيعة بالربيع وبتقوم. كرمال هيك هيدا العيد له علاقة بالربيع، هلأ أكيد بنحكي عن تفاصيل أكتر. والجدلية الثالثة اللي كانت كتير شاغلة بال الإنسان القديم هي التجسد والخلاص. شو بنقصد فيها؟ يعني نحن بنفكر إنه نحن بس بعدين لما تطورنا، لما صار في عنا الأديان السماوية، إنه صرنا نعرف إنه الإنسان جسد وروح. لا، من هيديك الأيام كانوا يؤمنوا إنه الإنسان جسد وروح، وكانوا يؤمنوا إنه في مشاركة ما بين الإنسان والإله. يعني كان عندهم فكرة الإنسان الإله والإله الإنسان. وكرمال هيك إذا بتلاحظ الشعوب القديمة كانوا يألهوا الملوك تبعولهم، والملوك تبعولهم على فكرة كانوا ينزلوا إلى العالم السفلي اللي بنسميه نحن عالم الإنسان. لكن نفهم أنه الأشياء اللي كانت يعني يهتم فيها الإنسان كان لها علاقة بمصدره طبيعة، بحياته، بالموت، بالإلهة، يعني بده يفهم الطبيعة اللي حواليه. نعم. أكيد كمان هون عنا فكرة لازم نحكي عنها، هي فكرة الإله الواحد. كانت موجودة هيدي الفكرة قبل الأديان السماوية بآلاف السنين. شو كانوا؟ كان عندهم بس التسمية كانت تختلف، يعني ما كان اسمه الله، عرفت. نعم. كيف عنا مثلا عند السومريين عندك الإله الخالق، انتبه، غير المنظور. يعني ما ننسى نحن الوثنيين الإله كان له شكل، بس كان عندهم شيء اسمه الإله غير المنظور، هو خالق كل الآلهة وخالق الدنيا كلها. شو بنلاقي اسمه؟ بنلاقي اسمه مثلا عند السومريين إنليل، بنلاقي اسمه عند البابليين والأشوريين مردوك أو أشور، بعدين بنلاقيه عنا عند الفينيين أو الكنعانيين كان اسمه، في عنا الإلهة عنات من إلا، هي حبيبته لبعل. نحن بنعرف طبعا الإله بعل. وبدي أقول لك شغلة، كل هودي الآلهة شو كانوا؟ كانوا غلبوا التنين،
وقتلوا للتنين، وهيدا الشيء انتقل لنا ووصل للمسيحية مع مار جرجس. ومنقول بقوة الإله اللي بعد المسيح صار اسمه الله. وعلى فكرة ذاته الإله هيدا كان اسمه يهوى عند اليهود، وغلب بالأسطورة تبعت التوراة غلب التنين. رجعنا نحن بالمسيحية بواسطة مار جرجس بنعتبر كمان. شو بيمثل هالتنين لكن؟ هو الشر. ما هي نعم. هي الطبيعة عم تغلب الشر لما بيطلع، لما بيجي الربيع، كلها لها علاقة بالطبيعة. هلأ منكمل شو قصة هيدي الأسطورة تبعيت واحد نيسان؟ شو هي؟ عند السومريين والبابليين كان عنا إلهة اسمها عند السومريين إنانا إنانا، بينما كان اسمها عند البابليين عشتار. عشتار معروفة أكتر. نعم. أوكي؟ وعلى فكرة من هون اجت كلمة بالغرب بنقول إيستر. إيستر هي عشتار اللي هو عيد الباك. هلأ بنحكي بنشوف شو قلهم عليه قبل القيامة. هلأ هيدي شو عملت؟ هيدي كانت بدها تتغلب على الموت. ما بعدنا عم نقول هودي الجدليات اللي حكينا عنهم كانوا هودي بيشغلوا بال الإنسان. فهيدي الإلهة قالت أنا لازم أتغلب على الموت، بدي أنزل على العالم السفلي اللي أخته حكمته. نزلت، فطبعا ما قدرت تغلب الموت، ماتت. لما ماتت شو صار؟ هي شو؟ هي إلهة الخصب والجمال. يعني تجسدت إنسان؟ لا، مثل ما هي انه قال يعني انه راحت، هي اسطوره. أوكي. بالنتيجه إيه، لا عم جرب افهم. راحت فماتت، ما قدرت ترجع. قاموا شو عملوا الشعب؟ شو صار بموتها؟ اول شيء ماتت الطبيعه، بطل في زهور، بطل في حتى تناسل، بيقولوا لك الانسان والحيوان بطل يتناسل لانه هي الهه الحب كمان. شو صار بعدين؟ قاموا اجوا هالجماعه توسطوا لمين؟ للاله الاعظم. قالوا له للإله الأعظم اللي اسمه أنكي، قالوا له إنه بليز بدنا إياها ترجع لأنه ماتت الحياة. فشو عمل؟ قال لهم برجعها بس بشرط واحد، بتكون تلاقوا بدها تلاقي بديل لها. نعم. هلأ هي طلعت من حبيبة خطيبة تموز، لقيت الإله تموز ملتهم على الصبايا وما قالهم باله مش فيها، قامت بدها تنتقم منه. مسلسل طويل هيدا، مش لنش. لا بس هي هي الأسطورة، شوف قديه حلوة. قامت هون لأنه في شغلة كتير مهمة بتصير، حدث بيفرجينا أهمية الأم. بتقوم هون شو بتعمل؟ بياخده للإله تموز، الإله أنكي، وبياخده على عالم الموت. بيموت كمان. شو بيصير؟ زيت القصة، بتموت الطبيعة، فكمان البشر بيرجعوا بيتوسلوا للإله. هون شو بيقول لهم؟ كمان بدي أنا بديل. مين بيكون هون البديل؟ أم ولا تموز. شوف هون قدي حلوة فكرة الأم، وليش منعيدها ب 21 أدار. هلأ بتشوف إنه علقت كل المناسبات ببعضها. كلها العلاقة ببعض. فشو بيصير هون؟ بتجي الأم، طبعا هي بدها تضحي بدل ابنها، بيقوم بيعطي الإله أنكي بيقول له بتنزل 6 أشهر على الحياة اللي تحت وبترجع 6 أشهر على حياة فوق الأرض. نعم. يعني ف6 أشهر بيكون عنا نحن بالمبدأ شمس وزرع وحصاد وكل شيء، و6 أشهر التانيين بتنام الطبيعة. هيك بيعتبروه مع الإله تموز. هون بس بدي أقول شغلة عن أمه. لقيوا أثار بمنطقة اسمها جارمو حد كركوك بالعراق. نعم. هيدي من أكتر من 10,000 سنة قبل المسيح كانوا يألهوا الإله الأم الحامل، يعتبروها إله. فمن هون وكانوا يعيدوا على فكرة ب 21 أدار بداية الربيع، وهو الاعتدال طبعا. طبعا يعني على فكرة هلا بالغرب ما بيعيدوا ب 21 أدار، نحن بس بنعيد هون بالشرق. فهي من هون اجت الفكرة. شوف قدي كانوا يحترموا الأم ويألهوها، فمن هون اجت. وشوف كيف هي ضحت بحالة كرمال ابنها. فهون الحلو انه طبعا بيصير في عنا بيسموه لما بيرجع تموز للحياة بيسموه عيد الدخول، لانه انه فات هو على الحياة ورجعت الحياة والمزروعات والخصب رجع للأرض. كله له علاقة بالطبيعة، كل شيء كان له علاقة بالطبيعة. هلا طبعا بس نرجع ل يعني واحد نيسان. ما هلا رح نحكي كيف لصار. نعم. واحد. نعم. نيسان. هلا كان اسمه هيدا العيد عند البابليين، عند الأشورين، عند كل الشعوب القديمة أكيتو. أكيتو بتجي من كلمة حكيتو، يعني معناتها احتفال. وعلى فكرة بالعربي حق، نحن بالسرياني أو باللغات القديمة ما بنلفظ الجي، بنقول جي، فبتلاقيها بالعربي صارت حج. وفعلا لما بيروحوا بيحجوا فهيدا نوع من الاحتفال للإله. شوف هي ذات الفكرة. هون
بنرجع بننتقل لمين شوي لعصور تقدمت أكتر الأشوريين. الأشوريين اللي هن صار في عندهم بدل هيدا الاسم الإله الأعظم لنقول كان أنكي صار أشور. أشور شو بتعني باللغة الأكادية القديمة؟ بتعني البداية، لأنه كانوا يعتبروا الإله هو البداية والنهاية، هو كل شيء، هو بداية كل الأمور، كرمال هيك سموا هيك إلههم. وبلشوا اعتمدوا هيدا العيد يلي ببلش ب 21 أدار وآخر يوم بيكون 1 نيسان، يعني على قد 12 يوم كانوا يعيدوا 12 يوم، وبهيدا 12 يوم بيعملوا عروض وبيعملوا كل اللي حكينا عنهم هودي الأساطير بيمثلوها، جلجامش وغيرة والألام وهالقصص. يعني 12 يوم احتفالات فنية ونشاطات، وحتى كانوا يحطوا ماسك. نعم، حتى كانوا يحطوا ماسك، يعني عرفت كيف؟ شوف من اي ايام وصلت لنا هيدي الاحتفالات التنكريه. كيف واعتمدوا سنه 4750 قبل الميلاد هي بدايه تاريخهم وبدايه الحضاره الاشوريه. طبعا بتقلي كيف هلا نحن اي سنه هلا؟ نحن هلا سنه 6769 بالنسبه لهيدا التقويم. بس طبعا انتبه، ما كان الشهر مثل هلا، كان الشهر 29 يوم و12 ساعه وشيء. نعم، مش مثل هلا كان الشهر القمري. ليلى، احتفالات 12 يوم من واحد من 21 أدار عيد الام، ل 1 نيسان عيد شو؟ يعني بيختل السنه الجديده. هل السنه الجديده ذاتس ات نيو يير؟ الكذبه من وين اجت؟ هلا بننتقل، بس خليني اقول لك بعد معنا 3 دقائق. 3 دقائق؟ لا زعلانه انا. طيب على السريع رح نقول الفرس اخذوا هيدا الشيء عن الاشوريين والبابليين. نعم، وبيحتفلوا فيه وبيسموه نو وروز. نو يعني يوم، وروز يعني جديد. والأكراد أخذوه عن الفرس وكمان بيحتفلوا فيه. وبحب أقول شغلة لليوم، الفرس والأكراد والأشوريين بكل العالم والكلدان وفي سريان كتير بكل العالم بيحتفلوا بعيد رأس السنة القومية. صارت بالنسبة لألون بطلت عيد وسني، صارت عيد قومي. هلأ كيف انتقلت وصارت للغرب؟ نحنا كان عنا، صار في عنا التقويم اللي بنسميه الجريجوري. التقويم الجريجوري شو قرروا؟ قرروا انه 25 والاشهر بالنسبه للكنيسه. نعم، قرروا انه 25 ديسمبر بده يكون هو الكريسماس، هو عيد الميلاد وبتحتفل فيه وبتصير راس السنه بواحد. نعم، 25 الميلاد وبواحد. صح، هيدا. وبالنسبة لعيد القيامة كمان كانوا يعيدوا عيد القيامة. شوف هودي العيدان كيف لهم علاقة بواحد نيسان. العيد القيامة كمان قرروا انه يكون بعد عيد الفصح اليهودي عند الشرقيين، بينما الغربيين قالوا لك بعد اكتمال القمر من بعد 21 أدار اول احد نحن بنحتفل فيه الغربيين، بغض النظر ايمتى الفصح اليهودي غير الشرقيين. نعم، فنلغى يعني فكرة من 21 أدار لواحد نيسان انلغت. صار عنا عيد الأيام تحدد ببطرح معين بتاريخ معين، والكريسماس صار ب 25. قاموا صاروا بفرنسا، هيدا مين اللي قرر؟ قرر الملك بفرنسا شو اسمه، شارل التاسع. أوكي، فصاروا الفرنسيين يحتفلوا ب 25. مين الطبقه الراقيه الارستقراطيه اللي معهم مصاري يحتفلوا بهالايام؟ صاروا يضحكوا على مين؟ يشوفوا الشعب بعدهم ماشيين 1 نيسان، يقولوا له انه شو عم تعملوا؟ شو عم تحتفلوا؟ هيدا كذب، هيدا مش عيد، هيدا كذب. فتخيل صاروا هودي الطبقة الفقيرة والعامة الشعب صاروا يفكروا فعلا هيدا العيد هو هيدا عيد الكذب، لأنه ما بقى حدا يعيده، بقيوا بس الشعبيين يعيدوا، لأنه انتبه الشعبيين بيضلوا ماشيين ورا الأساطير. ليك ملا خبرية، شفت؟ وشو عملوا بالغرب؟ على فكرة بالغرب في بلدين ما بيعيدوه، إسبانيا وإنجلند ما بيعيدوا. إسبانيا عفوا وألمانيا، لأنه ألمانيا بيعتبروه عيد مولد بسمارك اللي بالنسبة لهم هو زعيم قومي، وإسبانيا بالنسبة لهم يمكن شيء له علاقة بعيد جميع القديسين بيعتبروه نهار مقدس، فما بيعيدوا أبريل فول. لكن لأنه انتقلوا بالكالندر الجريجوري عيد رأس السنة لليلة 31/1 جانوري، صاروا اللي بعدهم عم بيحتفلوا يعتبروهم كذبين. وهيك صار 1 نيسان نوع عيد من الكذب. وتخيل على فكره المصريين شم النسيم بيفكروا شم النسيم هو شم انسيم كمان، انه عيد له علاقه بالزروع وبالنيل وبهالشيء، وهن اللي طلعوا بفكره انه لازم يكون عيد القيامه، يعني هن اللي عملوا التقويم اللي توافق عليه، يعني بمصر انعمل التقويم. نعم، اللي توافق عليه يكون عيد القيامه بهالتاريخ المحدد.
كرمال ما قدروا يعيدوا واحد نيسان لأنه بيكون الصيام، لأنه أوكي. بالصوم ما فيهم يحتفلوا. لكن أساسا واحد نيسان لقلنا هو مفروض لقلنا ومفروض يكون هو البداية مع الربيع وسنة التجديد. لا لطي شكرا على الخبرية وهالأحاديث وهالأساطير الحلوة يلي هي جزء من ثقافتنا اللي ننسيها، ما بقى منلاقي على طول مصادر تخبرنا إياها. كل أسبوع نهار خميس بتكوني معنا بتخبرينا قصة من هالأنواع. شكرا لإليك. بعد في عنا مقابلة بدنا نحكي عن ليلة المتاحف، خليكم وتابعوا هالمقابلة.